احنا اهل غزه بنحب كثير ضيوف يجوا علينا، وبنحب نكرمهم وبنحب نفسحهم ب 350 كيلومتر مربع. يعني غزه اذا امكننا بكره خالد بناخذك في ساعتين زمن كل قطاع غزه. حلو، اهلا وسهلا فيك. اهلا بيك. تبع الدلال السمك اللي بيطلع سمك البحر بيعوه للتجار. زمان كان البحر غزه طبعا 20 ميل، كان الدور يجوز يمكن يوصل كيلومتر ببيع الزلمه. الان بس هذول يمكن بيجوز 50 متر بس، لانه صار بس 6 ميل. احد نفات الانتفاضه الاولانيه انه كان هذا المربع اللي احنا جنبه كان مربع احداث بطبشوا الشباب، كانوا حجار على الجيش الاحتلال. فاحنا هذا بيتنا، والسور كان اكثر من هيك. فكان الشباب لما الجيش كان يحفظ الشاب من لون بلوزته، كان الشباب يلبس بلوزتين واحده فوق واحده، اول ما يشرد ينطفهم الحيط يشلح البلوزه اللي كان لابسها يكون في لون ثاني تحتها وفوت. اذا كنا احنا بنفطر يقعد معنا، واذا كنا بنتغدى بيجي معنا، بيعمل حاله بنظف الجنينه. فبالتالي الجيش لما يطلع من الحيط بيلاقي واحد عادي طبيعي بمتركه. وبحب اتعلمها. اول حاجه جذبتني من ايام الدراسه لما كنت اتعلمها بالمدرسه، فانا فتت في نادي المبرمجين في القطان، كنت اتعلم برمجه تطبيقات جوال. فبعديها انا فتت في مسابقه انوفيشن مع غزقريكس، كان مطلوب مني ان اعمل مشروع اللي هو تطبيق جوال. فانا مشروعي كان اسمه زركشة. هاي الشركه بتهتم باعاده تدوير الاشياء اللي ما بنستعملها في البيت عشان نستغلها بطريقه حلوه وسهله، يعني الاشياء معينه، مش اداره اعاده تدوير بشكل عام. كمان انا بتعلم لحالي على الانترنت برمجه. وانت هلا باي صف؟ الصف العاشر. عشر؟ قديش النسبة تبعتك؟ 29. ما شاء الله. وبدك مساعدة من الأردن؟ لا. ما بدك مساعدة من الأردن؟ لا. اوكي. بس بدك؟ أساعد. بدك تساعدي. اوكي. ايش كيف ممكن تساعدي؟ زي ما قلت إنه أي حد بده مساعدة بيقدر يتواصل معي على كتاب الجمال أو عن طريق صفحة زركشة على فيسبوك. ممكن إذا في ناس مثلا بدها دورات أو زي هيك بنساعد أعمالهم. لدى شم رائحة خبز جميل، فهو لم يأكل كل وقت. طبعا هي الساعة رقمية، هي الساعة بتعرض التايم والديت. طبعا بدنا نشغلها. هذا كم مشترك؟ أنا من أول افتتاح المركز من سنة 2005 لحد الآن 52,000 مشترك. وكم بيجي زائر يوميا تقريبا؟ معدل الصيف من 1000 ل 1200 زائر اليومي. عندنا حجم الإعارة السنوية وصل يقارب 100,000 كتاب. هلا احنا عارفين احنا في عندنا برنامج بيطلع كل يوم 4 الساعة 7 المساء لايف على الفيسبوك من صفحة اسمها طموحي لايف، واحنا بنطلع بنحكي للناس مين عنده طموح وكذا ومين بيقدر يساعد لهذا الشخص اللي عنده طموح تبعه. فعطونا شوية طموح من غزة، ممكن يكون سيريس ممكن يكون يعني بتمزحوا، يعني ما عندي مشكلة. بس انا طموحي تكون المعابر مفتوحة، نقدر نتحرك بسهولة، نقدر نسافر نيجي، اللي بده يتعالج يروح يتعالج، اما احنا هيك في سجن كبير عايشين. انا عندي 3 طموحات. يلا. الاولى يكون عندنا بوت في غزة يدخلوا من غير نعرف ندخله، ما يكونش ممنوعين. الحلم الثاني انه نعرف نسافر. والحلم الثالث
انه نعمل سوفت وير اوت سورسنج لبرا ويكونوا ناس مستعدين يشتغلوا معنا. انا طموحي انه يكون عندنا كهرباء 24 ساعة، طموحي يكون عندنا رعاية صحية كويسة، مستشفيات كويسة. الطموح الثالث اللي هو طموح اي واحد في العالم ومتوفر عند كل دول العالم، وجود معابر مفتوحة باي وقت الواحد يقدر يتنقل. انا عندي طموح واحد، يلا هي جايك، اني اطلع برنامج لايف مع خالد. احنا كنا نفسنا نروح عمان، طيب بس هالتصريح اسمع الصومال قاعدين نروح. طب اسمع اسمع ان شاء الله نفسنا كنا طموحنا نروح عمان، طموحنا طموحنا نروح عمان، يلا دير بالك عندنا والله طموحنا نروح عمان، هذا طموح عالي يعني اعلى من اساسيات خير. هذه مش طموحات ولا واحد فينا نتكلم عن طموح. طب هو بس طموحك لانه المشكله هذه مش هذا موضوع نسبي، يعني اليوم انت اذا فاقد شيء بتصير انت عايزه هو كاعلى طموح لك. ما يعني عشان افتقادك للكهرباء طموح بيخلي عندك طموح انت تكون عندك كهرباء، على الرغم انه لو كانت عندك الكهرباء راح يكون عندك طموح شيء اعلى ثاني. ايوه ولو جبت الشيء الاعلى حيكون عندك طموح اعلى منه. عندنا بحر مرمى. فاليوم انت ما بتقدر تسمي هاي طموحات، هاي متطلبات. احنا بدناش طموحاتنا لا يمكن انت بدنا ابسط امور الحياه، بدنا كهرباء ومي ومعابر. انا بعتقد انه كلمه طموح هو شيء زي موضوع الرؤية، هو شيء انت ممكن انت تتمنى انك تصله على المدى البعيد وامكانياتك الحالية ما بتصلوش، لكن احنا اللي بنطالب صار الطموح احنا اساسيات الحياة ونسينا المشكلة الرئيسية تاعتنا اللي هي انهاء الاحتلال. هاي الطموح الشامع، هاي الطموح كهرباء، لكن هذا الهدف تبعهم هو يشغلوك بهالشغلات هذه. ايوه صحيح طبعا يعني هو عمليا اساسا انت كل الطموحات تاعت الشباب اليوم اللي بتحكي بالكهرباء وانه يسافر ليش؟ عشان ينسى انه طموحه. يعني في واحد يقول لك انا طموحي يعني اروح لوالدي، انا بقول لك طموحي اصلي في الاقصى. احنا اليوم كشباب في انه حب الحياه بدنا اياه، نسينا موضوع انه نروح نصلي في الاقصى، نسينا موضوع انه في شيء ثاني. هذه حاجات عشان هيك انا ما بسمع هاي الطموح. هذه اساسيه، قلنا ايش متطلباتك للحياه؟ متطلباتنا للحياه هي المتطلبات الاساسيه اللي بيعيشها اي بني ادم في الدنيا. اما عن طموحنا لا يمكن اتحدث معك عن طموح وانا الاساسيات مش موجوده عندي. انا مش قادر احدد ايش طموحي، انا بس اخذ الاساسيات تبدا الطموح ندور عليه. اما موضوع انه تقول لي ايش طموحاتك ولا كهرباء، هذا ما هو طموح. لازم تجي تقول ايش متطلباتك الاساسيه اللي انتوا مش ماخدينها صح، وبعدين فكر لي في الطموح. طموح ايه؟ ايش طموح؟ هذا ممكن تحط زكفه ابو حسن يا شباب. انا مش قادر احدد لك ايش طموح. شكرا يا ابو حسن، صراحه ابدعت بالكره وابدعت بالاكل وابدعت بالحديث. انا اكلت كثير اصبع حبيبي تسلم لك.